السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة. اليوم إن شاء الله وصفة جديدة. كما كتشوفوا معايا عندي هنا حبة ديال الطماطم، غنستعملو غير النصف. عندي هنا حبة ديال الليمون، وعندي هنا ملعقة صغيرة مملوءة من النشا. إذا عندكم طماطم حبة صغيرة أو لا كبيرة، غنستعملو غير النصف وغنحكوها في الحكاكة باش تحصلوا على عصير الطماطم. من بعد غنصفيوه على هذا الشكل كما كتشوفوا. كما قلت لكم ان حنايا غنحتاجو غير عصير ديال الطماطم. كما معروف على ان عصير الطماطم مفتح او لا مبيض ديال البشرة، كيفتح البشرة بشكل غير طبيعي من الاستعمال الاول. وغنزيدو هنايا نصف حبة من الحامض او الليمون. اللي عنده بشرة حساسة ما تستعملش الليمون، تقدروا تعوضوه بالحليب كامل الدسم او الياغورت الطبيعي. فهاد الماسك هذا تقدروا تستعملوه مرتين في اليوم، مرة في الصباح ومرة في المساء. والنتيجة كتبان من أول استعمال، فكتوحد لون البشرة وكتزول ديك السواد حول الفم. من بعد غنخلطوا المكونات على هذا الشكل هذا. خصنا نتحصلوا على خليط يكون جاري شويه كما كتشوفوا، ما يكونش عاقد بالنشا. غنستعملوا غير ملعقه صغيره مملوءه من النشا. صافي، هذا الماسك هذا غنمسحوا به الوجه ديالنا في الصباح وبالليل باش يعطينا نتيجة فورية. طريقة الاستعمال، غنجيبو القطن ديالنا او ليلى عندكم ديك قطن دائري يكون احسن. انا متوفر عندي هذا القطن هذا اللي غنستعمل. غنعدو على البشرة ديالنا تكون نظيفة. صافي، غنخليو هاد الماسك نصف ساعة، بعد غنغسلو بالمدافي. صافي، وغنعدلو المرطب ديالنا اولا الكريم الليلي ديالنا. فكنتمنى هاد الوصفة تنال الاعجاب ديالكم، وإلا جربتوها اكيد غتجبروا عليها النتيجة من اول استعمال. ومع السلامة في وصفة جديدة ان شاء الله.